بقيادة الحكم نصيب الهواري يتوسط هذا اللقاء. فانتظار صفرة الهواري للإعلان عن انطلاق دقائق هذا اللقاء. إذا ينطلق اللقاء بصفرة الحكم نصيب الهواري. علي معتوق يرفع كرة داخل منطقة الجزاء تكون أقرب لأحمد الفيتوري ويبحث عن المساحات. طارق بشار يلعب الكرة، الكيستا يفتح لعب بشكل جيد، فرصة تسديد تدخل الفيتوري. القمودي في المتابعة، كرة مصلحة فريق الأولمبي. القمودي في الاستلام يبحث عن زاوية للتسديد. شمس الدين الصامتي، الصامتي عرضية وهدف، هدف عن طريق فخر الدين العمدوني. العمدوني الهدف يتمكن من إحراز هدف أول في هذا اللقاء. كرة من الصامتي وفخر الدين العمدوني من أمام محمود ولي يتمكن من إحراز الهدف الأول في هذا اللقاء. هشام مصباح لجنف، ماتيوس البرازيلي الخطير، كوامي، كوامي يحاول المراوغة، يتخلص من لجنف، خطورة من كوامي، التسديد وليه مختار شيوا بامتياز، يتدخل شيوا. التونسي شمس الدين الصامتي اللي بدأ يتكون مع الترجي الرياضي التونسي، الصامتي يسدد والكرة تعلى العارضة بقليل. البرازيلي ماتيوس هنريكي يفتح اللعب بشكل جيد على الجهة اليمنى، بلو ويعقوب، يعقوب يتمكن من إحراز هدف التعادل في الدقيقة الرابعة. يعقوب عبد الله يحرز هدف التعادل. مقاس يلعب كرة عرضية، تمركز سليم، يتمكن يعقوب بأقل الأضرار من إحراز هدف التعادل. عرضية بالمقاس من عبلو ويعقوب بالقدم اليسرى. ألو مخلوف، فرصة لمصلحة الأولمبي، التسديد والفيتوري بامتياز، فرصة خطيرة لنقطة الإعادة. طارق بشارة، محمود ولي كان في المتابعة، الفيتوري بتمركز سليم، لم يتسرع الفيتوري. كوامي الفواري، كوامي يتباطأ ويخسر الكرة، نقطة، يبحث عن مركز ثالث. عبلو في مراوغة، التسديد، هدف أبيض صافرة من نصيب الهواري. هناك حالة تسلل، عبلو غير راضي على قرار الحكم المساعد الأول. صاحب هدف التعادل يعقوب عبد الله. هنا لقطة الإعادة، سالم عبلو، التسديد من حسام العباني ويعقوب بتمركز سليم. شمس الدين والفيتوري، الصامتي والفيتوري في الابعاد بشكل جيد. تونسي اللي بدأ يتكون مع الترجي الرياضي التونسي، والفيتوري بشكل جيد. كرة لمصلحة فريق المدينة، سالم عبلو، عبلو عرضية باهتة من دفاع فريق الأولمبي. زاهو ومع هذه الكرة يطلق الحكم نصيب الهواري، صفرة نهاية هذا اللقاء بالتعادل الإيجابي، هدف مقابل هدف، لقاء فريقي الأولمبي المدينة.